بعث حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنيه الى اخيه صاحب الجلاله الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكه الاردنيه الهاشميه وذلك بمناسبه ذكرى عيد الاستقلال لبلاده اعرب جلالته ويده الله فيها عن اطيب تهانيه وتمنياته له بمنصور الصحه والسعاده ولشعب المملكه الاردنيه الهاشميه الشقيقه بالمزيد من التقدم والازدهار مشيدا جلالته رعاه الله بعمق العلاقات الطيبه التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده من تطور ونمو